في إطار الاحتفال سواء كان بيوم المرأة المصرية أو بعيد الأم، أوجه التحية والتهنئة بليلة الإسراء والمعراج أيضا. فكان لابد الشعب المصري خلال الفترة اللي فاتت ديت. واسمحوا لي إن أنا أكلمكم عن موضوع بيهمنا كلنا دلوقتي خلال المرحلة اللي احنا موجودين فيها، وهو طبعا الأزمة الخاصة بنا. والحقيقة يعني من غير ما أطيل عليكم، هي أزمة أنا أتصور أنها غير مسبوقة على مستوى العالم كله. لم يعني يحدث في تاريخ الإنسانية المعاصر أن حدثت أزمة بهذا الحجم على مستوى العالم كله. احنا بنتكلم النهاردة في أكثر من 170 هذا الوباء يعني. وبالتالي يعني تأثيراته هتبقى تأثيرات كبيرة جدا جدا. يعني أتصور أنه هيبقى شكل العالم مختلف كتير عن قبل هذا الأمر. والتأثير الاقتصادي اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى تأثير عميق جدا جدا، حتى مع الدول التي استطاعت ان هي تحتوي هذا المرض ويبقى في اقل حدوده حتى ده، لان الأزمة الاقتصادية هي أزمة يعني عالمية مش على قد طبعا ليه، مش بس تمس البشر، تمس حتى زي ما بقول كده الظروف الاقتصادية. وهنا عايز أقول إحنا في مصر يعني من أول ما ابتدت هذه الأزمة في تبان من خلال ما حدث في دولة الصين، وإن إحنا المصريين اللي كانوا موجودين في مقاطعة ووهان في الوقت ده، تم على طول تشكيل يعني مجموعة أو لجنة لإدارة الأزمة. يعني محتاجة مننا إن إحنا نعد نفسنا إعداد جيد ونجهز نفسنا تجهيز جيد لمجابهتها. الحقيقة الإجراءات كتير، وأنتم يمكن تكونوا متابعين كل الإجراءات ديت بشكل أو بآخر. الإعلام بيقوم بدور الحقيقة رائع جدا جدا وعظيم في تسجيل الموقف سواء داخل مصر أو في العالم كله لحظة بلحظة. ده موضوع بيتم تغطيته بشكل جيد جدا. نحن كدولة انتبهنا لهذا الأمر ورتبنا نفسينا ترتيب جيد، وبقول ترتيب جيد طبقا للمعايير العالمية. الدولة المصرية كانت دايما بتتعامل مع الأزمة أو العلم والمعايير الدولية في هذا الإطار بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. وده أمر يعني بقوله لكم دلوقتي وبقوله من خلالكم لكل المصريين اللي بيسمعوني، دي دولة بتجهز نفسها لمجابهة خطر. كل جهود الدولة، مؤسستها، أجهزتها، المجتمع المدني، الشعب نفسه أو اللي هو المصريين بكل عناصرهم، كل دول لو ما غطناش إيدينا في إيدين بعض واتعاملنا مع الموضوع ومسؤول وجريء هنخسر كتير. وأنا مش بقول كده يعني مش بخوفكم ولا حاجة، بس احنا تعودنا مع بعض ان احنا نكون صادقين وأمناء. انا قدام مني الاجراءات اللي تعملوها ده مناسب ليكم اقوله لكم عشان تعرفوا ان الموضوع ما كانش يعني الاجراءات مترتبة ومتنظمة في مواجهة افعال واجراءات واحداث بتمسنا. طيب يهمني برضو ايه هنا، ان احنا لما بقول ان احنا كمصريين نكون مسؤولين كلنا، الإعلام مزيد من التوعية ومزيد من الاشتباك مع المسألة ومزيد من نشر الأخبار بشأن هذا الموضوع عشان نشكل وعي حقيقي لدى المصريين في مواجهة هذا الفيروس. مش عايز الموضوع ياخد وقت يعني ياخد مننا كلام كتير عشان انا شايف
كلها طبعا منتبهة يعني، بس احنا عايزين نحول الوعي، التعبئة ديت والوعي دوت والتخوف ده والتحسب ده إلى إجراءات مجتمعية، المجتمع الناس بالمناسبة المصريين، لأن طبعا يعني خلال مسيرة 6 سنين على الأقل اللي فاتت، كان دايما اللي بيشكك في كل إجراء بنعمله قائم وموجود وحيظل موجود، التشكيك والحديث أقل ما يقال فيه إن هو حديث كاذب على موضوع كورونا بس، لا ده حالة هتعيشها مصر زي ما أنا قلت قبل كده، على مدى أكتر من 80 سنة عاشتها مصر وتسببت في تشكيل حالة لدى المصريين من اعتقاد أنفسنا، عدم الثقة بأي حاجة تحزن نتكلم عنها الناس تاخدها في الغالب يتم تشكيك فيها. الحالة دي تشكلت بقى لها 80 سنة واتكلمت فيها كتير، بس أنا بقول اللي احنا فيه النهاردة يدعونا أن احنا نتوقف قدامها تاني، لأن بيتم مرة تانية التشكيك في كل إجراء. طب احنا هنخبي عليكم ليه؟ عليكم يا مصريين هنخبي هذا الأمر ليه؟ هو الأمر ده قاصر على مصر بس؟ ده في الدنيا كلها. طب هو آثاره هائلة على الدنيا كلها، يعني عايز أقول إحنا مش استثناء في إن ممكن يعني يصيبنا هذا الأمر، لكن إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لطفا منه حتى الآن بينا، لطفا منه حتى الآن بينا وبإجراءات علمية حقيقية، وبإجراءات علمية حقيقية واحترازية حقيقية قامت بها الدولة المصرية عشان تحتوي و يعني يبقى مؤذي لينا، مؤذي أذية كبيرة جدا جدا. هل ده لما نعلن أرقام وبيانات من جانب الدولة وحد يشكك فيها ننسى أن المشككين ده جزء من استراتيجيتهم وجزء من مسارهم معانا، مش على مدار ال6 سنين اللي فاتوا، ده على مسار 80 سنة، وحنظل عايشين كده، هنفضل طول ما احنا عايشين معاهم هم اللي نعمله يشككوا فيه، ودايما يعني التشكيك كله سلبي عشان يحسسوا الناس بعدم ان احنا اتعاملنا مع الموضوع من الاول وكالعادة بمنتهى الشفافية، والبيانات اللي بتطلع من وزارة الصحة ومن الحكومة بشأن هذا الموضوع بيانات بتعكس الواقع اللي احنا موجودين فيه. هي أرقام موجودة عندنا. طب يعني انتم مستكترين ان ربنا حتى الآن يحافظ علينا بالعلم وبالأخذ بالأسباب، عشان محدش يعني ياخدنا في الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى ما يحميش مصر. فأنا بقول لكم كده عشان مش أطمنكم بس، ولكن كمان عشان ناخد بمزيد من الأسباب. احنا بنقول كده طبعا متابعين، ومواقع التواصل الاجتماعي بتشغي بتعليقات وفيديوهات وكلام، يعني المصريين عنده دمهم خفيف جدا الحقيقة، ففي كلام كتير يعني بيتقال في مواقع التواصل، لكن احنا زي ما بنقول ان ربنا لطفا منه حتى الآن وبالإجراءات اللي احنا عملناها، يعني إجراءات غير مسبوقة بصراحة من جانب الدولة. احنا اول المجموعة ما جت كانت المجموعة اللي هي جبناها من المقاطعة الصينية، جت على في مش كده يا دكتورة، معدها خصيصا لهم عشان يبقى المجموعة كلها من اول طاقم الطيارة لغاية الطاقم الطبي لغاية الركاب المصريين اللي كانوا موجودين وضعوا في عزل كامل لمدة 14 يوم حتى اطمأنينا عليهم، وخدنا الإجراءات الطبية طبقا زي ما قلت كده للمعايير. ثم بعد كده بنتعامل، انتوا تابعتوا لما حاجة حصلت في الأقصر في مركب من المراكب النيلية، برضو الإجراءات الطبية طبقا للمعايير اتخذت وتم
الكشف على كل الناس اللي موجودة في المراكب النيلية، مش كده؟ ثم إجراءات تطهير وتعقيم كاملة قامت بها الدولة للمراكب ديت. يعني عايز أقول المسألة بتاعت في مسألة معالجة كورونا كأزمة وكوباء عالمي، أن الدولة المصرية خدت بالأسباب وبذلت كل الجهد وما زالت في مجابهة. تبقى كده، خلونا نقعد أسبوعين على الأقل كده، يعني مزيد من الالتزام، مزيد من المسؤولية، مزيد من الجدية، انضباط. ساعدونا يا مصريين ان احنا نعبر الأسبوعين على الأقل بأن حجم المصابين أو حجم الأرقام المعلنة ما تزيدش كتير عن اللي احنا. ليه بقول كده؟ التوصيف الطبي للموضوع أو للفيروس ده، ولكن هو سريع الانتشار، سريع الانتشار، وبالتالي لما نتكلم على متوالية هندسية نتكلم على أعداد ممكن تتحول دي. كنتوا شايفين الدول، يعني متابعين دول، وأنا ما بحبش في مثل الأحوال الصعبة دي إن أنا أسمي دول بعينها. فالمتوالية الهندسية دي أو المتوالية العددية اللي ممكن تهرضى شخص مصاب واحد ممكن يصيب كثيرين جدا جدا، وبالتالي طبعا كل واحد بيروح بيته وبيلتقي بأسرته وبيلتقي بأصحابه وبيلتقي بالشغل بزملائه. تصوروا بقى إحنا الموضوع يبقى عامل إزاي. يبقى الإرشادات اللي بنقولها الفترة اللي فاتت واللي ما زالت حتى الآن، الحد الأدنى من جانب مجتمعنا من جانب شعبنا يعمل إيه؟ هو بس يعني يساعدنا أكتر، يساعدنا إجراءات بسيطة خالص. يعني جينا قلنا طب التعليم وقف المدارس والجامعات، طب الموظفين، طب قلل العدد مش عارف إزاي، طب بالنسبة للمحلات طب نخفض المدة لغاية بين الناس حجم الاختلاط بشكل أو بآخر. احنا 100 مليون، احنا 100 مليون، ولازم ناخد الأمور بمنتهى زي ما قلت كده الجدية والحرص والحذر. حتى ناخد نقطة مهمة أو أحب أتكلم فيها، احنا ما عندناش مشكلة خالص في السلع، مفيش مشكلة في أي حاجة. ودايما في كل لقاءاتنا اللي انتوا بتشوفونا مع الحكومة الرئيسي مع وزير التموين، هو حجم الاحتياطي المتيسر لدى الدولة المصرية. أبدا ما فيش أي حاجة من المواد الغذائية تقل احتياطية عن 3 شهور، مش كده دكتور مصطفى؟ نتكلم على عايزين تتكلموا في أي سلعة أساسية، رز، زيت، سكر، يعني مش عايز أعدد الكلام ده موجود. طب احنا بنتكلب ليه؟ يعني نتكلب ونروح برضو هتجدوا السلع متوفرة. بس انا اقصد اقول ما تحملش نفسك اعباء مالية تنزل تجيب حجم ضخم جدا تحطه في البيت وانت مش محتاج تعمل كده. الحاجة موجودة ومش مش حاسين على كده. زي ما قلت كده، في برضو موضوع تاني عايز يعني أذكر لكم، إن إحنا اسمحوا لنا باسمي وباسم كل المصريين أتقدم للقطاع الطبي في مصر، أطباء لكم وكل الشكر. أنتوا بتخوضوا معركة زي الحرب دلوقتي خلاص، ويعني ده أمر مقدر، ويبقى ممكن يبقى فيه تضحيات زي ما أنتوا بتسمعوا في كل الدول. فده يعني دي تقدير وكل الاحترام والاعتزاز، وهي زي ما قلت كده حرب انتم ابطلها. فانا بشكر كل من يعمل في هذا القطاع دلوقتي للاذى وللضرر نتيجه هذه المعركه. مش هيفوتني برضو ان انا اشكر الحكومه، وانا يمكن في بعد الازمه يعني السيول العنيفة والطقس السيء اللي حصل، أنا يمكن يعني وجهت
يعني لم يحدث في تاريخ مصر المعاصر ان يبقى ممكن تيجي موجة طقس بالشكل ده وحجم يعني مطر والسيول بالشكل ده، وبرضو نتيجة الإدارة المتوازنة الهادية العلمية كانت اللي احنا يعني لما تعاملنا معها بهذا الشكل والأضرار دي، هل احنا كدولة كحكومة هل هي مش هتجابه نتجت عنها؟ الناس اللي أديرت القرار كان تاني يوم، قرار التعويض للناس من جانب الدولة والوقوف بجانبهم كان تاني يوم 15 يوم عشان لا. ثم حتى في من غير ما اذكر مناطق بعينها قلنا ان حجم الضرر الناجم عن هذا الامر يتعاد صياغته بشكل يليق بمصر، يعني من غير ما اذكر اسم المنطقه يديروا في هذه المناطق اماكن للاقامه بشكل حضاري زي ما احنا بنعمل مع المناطق الخضراء. يعني بهدوء خالص انا بتكلم، بهدوء خالص انا بوصل الرساله للمصريين ان الدوله المصريه في ظل الامكانيات اللي موجوده عندها ابدا لا تألى جهد ابدا في ان هي تقوم بما يمكن به. وعشان كده انا كان 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 تقديري لدور الحكومه وادائها في الازمه أزمة الطقس السيء ده، وحتى زي ما قلت كده وربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت كده يحفظنا كلنا إن شاء الله. يبقى أن أنا برضو أوجه الشكر كمان للقوات المسلحة وللشرطة المدنية ولكل قطاعات الدولة التي تعمل على مدار عظيم جدا جدا في توضيح الصورة وضحض الشائعات اللي بتطلع أو سواء كان بقصد أو بدون قصد عشان ندي الصورة الحقيقية ويبقى على اتصال وعلى معرفة حقيقية بالتطورات اللي بتتم فيها. فكل التحية أيضا لهذه المؤسسات وهذه الأجهزة، وبقول الأمر لسه ما انتهش، احنا هنتحرك اكتر، هنبذل جهد اكبر، والاجهزه ديت والمؤسسات اللي بتكلم عليها سواء كان القطاع الطبي، مشاركه القوات المسلحه والشرطه وبقيه الاجهزه في عمليات التطهير والمعالجه للتغلب على هذا الفيروس مستمره. فده امر مستمر وهيستمر، وانا بقول كل اللي مطلوب من المصريين تاني بكرره، من فضلكم ساعدونا ان احنا نعبر اخطر ازمه. شوفوا احنا من 2013 و14 و15 و16 بنبذل جهد عشان نتقدم بمصر للمستوى الذي يليق بمصر والمصريين، ضخمه جدا وتضحيات كبيره، تحدي في مواجهه الدوله، والدوله خدت القرار وجبهت التحدي، وانتم يا مصريين المصريين وقفوا وتكاتفوا وتحملوا. وكانت النتيجه ان خلي بالكم ان ممكن نقول يعني من نص 19 لغايه النهارده الحجم التداعي اللي موجود للاقتصاد العالمي ضخم جدا، على الاقتصاد المصري ضخمه جدا. وصدقوني يعني وده موضوع مش مزايده مني لكم، والله لولا خطه الاصلاح الاقتصادي وان ربنا وفقنا وان احنا نجحنا فيها ما اتكلم عليها ديت. يعني جزء مش جزء تقريبا الصمود اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه لغايه النهارده هو اساسه المصريين بصمودهم الإصلاح الاقتصادي. بس خلي بالكم واحنا بنتحرك في ده وابتدت المؤشرات، كل المؤشرات والدنيا كلها كانت بتتكلم على الاقل في السنتين الاخرانيين على ان احنا حققنا نجاح كبير جدا، و
مستوى جيد، والمؤشرات الاقتصادية ونسب العجز والبطالة وكل الكلام ده تحقق خلال بفضل الله سبحانه وتعالى في مواجهة الظروف ديت. دلوقتي أقل تداعي نتمناه هو أن احنا نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر غالي علينا، أهلنا غالين علينا. أي إنسان مصري، ومش أي إنسان مصري بقى، أي إنسان في العالم يهمنا إنه يبقى في أمان وسلام، مسؤولين عن بلدنا وعن الناس. فإحنا أهلنا المصريين ما نحبش أبدا إن إحنا مش التزام قيادة اتجاه شعبها، لا ده حتى التزام إنساني وأخلاقي، التزام إنساني وأخلاقي وديني، إن لا يتضرر أبدا الشعب المصري، ولن يكون ده رابع مرة ولا معلش، إلا أن أنتم من فضلكم كالعادة ساعدونا بأن احنا بصمودكم بإصراركم. وهنا بقى يمكن هطلب من المرأة المصرية الدعم، صحيح من فضلك يعني ساعدينا بأن احنا زي ما قلت كده ان اللي احنا قلناه وبنتها واقل حجم من التعرض يكون موجود. انا بطلب منك، انا طلبت من المصريين في بدايه كلامي، لكن بطلب كمان من السيده المصريه، بقول لها من فضلك هذا امر جلل. انا ما مش عايز اخوفكم، بس عايزين نعدي ال 14 يوم اللي جايين دول باقل حجم من الضرر، لان احنا لو قدرنا نعمل كده يبقى احنا ابتدينا يعني ابتدينا نعبر مرحلة صعبة. وزي ما انت شفتوا يعني يا إلى 500 و700، مش عايزين أبدا أن هذا الأمر يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يحصلش عندنا. طب بالأسباب العالم كله بتحشد لمجابهته، حتى الدول الظروف الاقتصادية صعبة، ويمكن احنا في اول ما ملامح الموضوع ابتدت تبان رصدنا 100 مليار وبرضه اتقال يعني طب انتوا هتجيبوا ال 100 مليار منين؟ مش كده؟ هي مصر قليله ولا ايه؟ صحيح؟ لا والله هنقدر. ويمكن انا بس مش عايز اقول في نقاشنا مع الموازنه مع دكتور مصطفى ومع وزير الماليه او مع الحكومه يعني بنتكلم على ان احنا لازم يكون لنا احتياطات اكبر من كده عشان نجابه التحدي والاثار المترتبه عليه. فانا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن اسمحوا لي ان انا اقول لكم على الاجراءات، بس اقولها سرد مكتوب عشان نقولها، ثم الاجراءات اللي اقترحناها ان احنا نعملها او مش اقترحناها، قررناها النهارده نعلنها على حضراتكم. يعني ان ضخامه تلك الازمه التي قد تمتد اثرها تستوجب تضافر كل الجهود سواء دوليا للعمل المشترك لتخفيف آثار الوباء، وداخليا من خلال تكامل جهود الدولة الأكثر احتياجا. وفي إطار جهود الدولة في ذات الشأن، فقد وجهنا باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية لتلك الأزمة غير المسبوقة، حيث تم توجيه وزارة المالية لتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي شملت الآتي: خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار، خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، توفير 1 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقاتهم وسداد دفعات إضافية بقيمة 10% نقدا للمصدرين في يوليو المقبل، رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم، وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات. وعلى صعيد القطاع المصرفي، خفضنا أسعار العائد لدى البنك المركزي حدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات. تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.
على دراسة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس لدعمها وإعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيلها للمقيمين حتى بداية 2022 والإعفاء الكامل من ضريبة الدمغة للعمليات الفورية وتخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50% لتصبح 5% لأي مساهم في شركة مقيدة بالبورصة وتخفيض جميع مصروفات البورصة. الاقتصادية برضو بضيف عليها في كان العديد من مبادرات البنك المركزي واسمحوا لي ان انا برضو اتلوها عليكم. يعني مبادرات التمويل العقاري لمدة حدها الاقصى 20 سنة يتم توجيهها للتمويل العقاري من خلال البنوك بسعر عائد 10%. وبالنسبة لقطاع السياحة اللي طبعا يعني الوباء تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من خلال مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العامة والشركات العاملة في قطاع السياحة. طبعا من أهم المبادرات مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي بإتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 10% وضع السنوي من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه. بالإضافة إلى التعليمات بتعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية لتصبح حدها الأقصى 50% بدلا من 35% متضمنة القروض العقارية للإسكان الشخصي. وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020 بتزيد نسبة من رصيد من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم ضده. الحقيقة دي القرارات اللي أنا عايز أعلن عليكم النهاردة ودي اللي احنا ما كانش تم تناولها الماضية. يعني في إطار طبعا اهتمامنا وحرص الدولة على إعلاء مصلحة المواطن في الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي فقد قررت تكليف الحكومة والجهات المعنية بالدولة بالآتي: ضم العلاوات الخمسة المستحقة، العلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم، مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، تخصيص شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%. أنا حبيت بس أقول الإجراءات اللي قامت بها الدولة في مرتب وعشان يبقى واصل لكل الناس الإجراءات اللي عملتها الدولة خلال الأسابيع أو الشهور القليلة والأسابيع الماضية وحتى أمس في إطار إن إحنا بنبذل هذه الأزمة العالمية واللي طبعا إحنا بنتأثر بها بشكل أو بآخر. أرجو إن أنا ما أكونش أطلت عليكم وكل التحية ليكم العظيم، كل التحية والتقدير والأمانة الطيبة لك. وأنا ما حاولتش أتكلم في موضوعات أخرى لأن ما دون هذا الأمر بصراحة ما دون هذا الأمر كل الأمور والثقة في أنفسنا وفي حقوقنا وفي قيادتنا إن إحنا نصل إلى حلول لها. المهم إن إحنا نعبر بفضل الله من هذه الأزمة ردتهم في وطبعا وبالتكاتف من كل المؤسسات المجتمع المدني رجال الأعمال اللي أنا بشكرهم على المبادرات اللي بيعملوها نجتمع بيهم ونتكلم على المساهمات اللي هم قدموها بيقدموها خلال هذه المرحلة الصعبة. برضو مش هنسى أبدا قبل ما أختم كلامي إن أنا
أوجه التحية لمساهمات رائعة جدا ونبع من إحساس ذاتي ومسؤولية كبيرة بتصرفاتهم تجاه، وانتوا طبعا شفتوا ده، ويمكن الإعلام بشكل أو بآخر يمكن يعني امبارح كان في قرار بإن احنا الصلوات في المساجد ويوم الجمعة والكنائس يعني تعليقها لغاية الظروف ما تتحسن، وأرجو إن احنا نعتبر إن ده يعني أخذ بالأسباب يعني لكل الناس، كلنا يعني مؤمنين كنا مسلمين أو مسيحيين، ولكن واحد في كنيسة قاعدين في مع جنب بعض من غير ما هذا الموضوع يعني بقوله كده بس كده في الآخر، وبقول في الآخر إن احنا خدنا وبناخد بالأسباب. وهختم كلامي بدعاء للناس توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت آخذ بناصيتي، إن ربي على صراط مستقيم.